طقس ربيعي لطيف وهنالك ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة، وتتأثر المملكة بكتلة حارة السبت والأحد، والتفاصيل بعدها. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاء للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء ربيعية لطيفة في عامة مناطق المملكة ليومي الأربعاء والخميس، أما يوم الجمعة والسبت والأحد فمن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا ليصبح الأجواء أو تصبح الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة. وبالنظر إلى درجات الحرارة وخرائط الحرارة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة يبدأ مع يوم الجمعة إلى أن تصبح الأجواء حارة في عامة مناطق المملكة يومي السبت والأحد. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة 12، وتكون سرعة الرياح 10 كيلومتر في الساعة. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة في العاصمة عمان أيضا لثلاثة أيام القادمة، حيث تكون الأجواء يوم الخميس لطيفة لتكون نهارا 22 درجة مئوية، أما ليلا 13 درجة مئوية. الجمعة هنالك غيوم متفرقة لتكون نهارا درجة الحرارة 26 درجة مئوية وليلا 19 درجة مئوية. أما يوم السبت فتبدأ الأجواء لتكون حارة نسبيا لتكون درجة الحرارة 31 درجة مئوية نهارا و24 درجة مئوية ليلا. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في معظم مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد. درجة الحرارة نهارا 24، ليلا 14، في المفرق 25-13، في جرش من 25 إلى 14 درجة مئوية، وفي عجلون من 22 إلى 12 درجة مئوية. ننتقل إلى المناطق الوسطى ونبدأها أيضا من العاصمة عمان، 22 درجة مئوية إلى 13 ليلا، في الزرقاء من 25 إلى 15، في البلقاء من 22 إلى 15 درجة مئوية، في مادبة 23 إلى 13، وفي البحر الميت الأجواء حارة نسبيا لتكون من 32 درجة مئويا إلى 21 درجة مئوية ليلا. أما في المناطق الجنوبية في الكرك من 24 إلى 15، في الطفيلة من 23 إلى 15 درجة مئوية، في معان من 26 إلى 16، في الشرى من 21 إلى 13 درجة مئوية، وأخيرا في العقبة الأجواء حارة نسبيا من 33 إلى 24 درجة مئوية. في رويشد من 28 إلى 14، في الصفاوي من 27 إلى 12، وفي الأزرق أخيرا من 28 إلى 14 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.